يزداد الضغط يوما بعد آخر. قبل قليل كان هناك إعلان لانشقاق أحد أعضاء حزب المحافظين في داخل مجلس العموم وانضمامه إلى حزب العمال. كان ذلك رحب زعيم حزب العمال بهذه الخطوة، ورحب أيضا وأكد على أن جونسون عليه الرحيل الآن، وأن حكومة لحزب العمال المعارض جاهزة لأخذ زمام المبادرة والقيادة وقيادة البلاد. ولكن هذا القرار ليس بأيدي المعارضة وإنما بأيدي أعضاء حزب المحافظين. هناك 12 رسالة قدمت للجنة خاصة بداخل حزب داخل مجلس العموم التابع لحزب المحافظين، وكانت هناك 20 رسالة أخرى. يحتاج إلى 54 رسالة حزب المحافظين ليعلن عن تصويت لحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن زعامة حزب المحافظين، وبالتالي سيكون هناك انتخابات داخل الحزب في حال وصلت إلى 54 رسالة. أعضاء حزب المحافظين بدأوا برفع أصواتهم للمطالبة علانية برحيل جونسون مع تمسك بعض الوزراء في داخل الحكومة بقيادة جونسون في المرحلة المقبلة، ولكن كل ذلك ينتظر نتائج التحقيق في الخروقات التي قام بها رئيس الوزراء بوريس جونسون وأيضا موظفين في داخل مقر الحكومة من عمل حفلات أو إقامة حفلات أثناء دعوات للإغلاق التام والالتزام بالقيود بينما كان يكسرها رئيس الوزراء وموظفوه. هذه فضيحة بما تحمله الكلمة من معنى، وننتظر نتائج التحقيق خلال الساعات المقبلة إما غدا أو بعد غد على أقصى تقدير، وبعدها سنرى الأرقام إن كانت مرتفعة بالمطالبة بالتصويت على حزب الثقة أم لا خلال الأيام القادمة. سنبقى على اطلاع منك عن تفاصيل ومآلات هذا الضغط على رئيس الوزراء البريطاني. من لندن مراسلنا جياب أبو صفية.